شركة أطلس ملتي سيرفيس عن أنها غادي تنظم مباراة توظيف تقني ومصرح جمركي، وحددت نهار 20 يونيو 2024 آخر أجل لإرسال ملف الترشيح عبر البريد الإلكتروني التالي recruitment@atlasmultiservice.com. أما الشروط المطلوبة فهي حسب الوثيقتين المتواجدتين أمامكم على الشاشة، فهي باك علمي مع دبلوم باك بلس 3 في المعلوميات وتنمية المعلومات ودبلوم شبكات مع سن ديال 35 سنة و 27 سنة بالنسبة للمصرح الجمركي، مع ضرورة التوفر على دبلوم في الجمارك أو ديال باك بلس 2 أو باك بلس 3. بالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفكر المغربي يحييكم ويتمنى لكم أوقات سعيدة، والسلام عليكم.